السلام عليكم. اليوم حنحكي عن الكسور المتكافئ. الكسور المتكافئة بيكون عندنا بالأول كسر، بضربه بعدد فوق وعدد تحت، بيطلع عندي بسط مختلف ومقام مختلف. البسط هو الفوق والمقام هو اللي تحت، بيطلعوا مختلف، بس كمان بيطلع نفس الشيء الكسر، يعني الجواب نفس الشيء بس الأعداد مختلف. بدنا نعمل وحدة. هون عنا أوجد كسر مكافئ لكل من الكسور التالية يكون مقامه 8. شو يعني مقام؟ يعني مقام يعني تحت. حنبلش بواحد على اتنين. مثل ما شايفين الواحد على اتنين هو واحد ملون واتنين فوق ملون، كلهم فوق 4 وتحت كلهم 2. لنشوف كيف بدنا نعملها. الكسر واحد على اتنين، هيدا كسر واحد على اتنين، واحد ملون واتنين مقسم. هيدا فيني قسمه لأربعة، بضل نفس الشي جزء ملون، نفس الشي طلعه هون مثل بعض. اوكي كبرها شوي. هيدا الملون هون وهيدا الملون هون نفس الشي مساحة، نفس الشي. اوكي فإذا شو بيكون هون؟ الواحد على اتنين يساوي هيدا 2 على 4 يساوي اللي فوق هو 1 على 2. بس نحنا بالسؤال قلنا بده يكون المقام 8، يعني كمان بدي ارجع اقسم نفس الاجزاء متساوية ل8. نروح على هيدي الرسمة، هيدا بدي اقسمه ل8، 8 أجزاء، ولون قد ايه ليصيروا نفس الشيء. كم واحد ملون؟ بنشوفهم ملون 1 2 3 4 وكلهم 1 2 3 4 5 6 7 8. فإذا شو بيطلع الكسر؟ 4 على 8. هذا 4 على 8 اللي هون كمان يساوي 1 على 2. كيف؟ فإذا أعداد مختلف بس القيمة يعني الجزء الملون نفس الشيء. هلا كيف نعملها بالضرب؟ عنا بالأول كسر 1 على 2، طلع جواب 4 على 8. هون عملنا ضرب، ضرب 4 ضرب 4. مثلا 1 ضرب 4 4 و2 ضرب 4 8، لازم نفس العدد اضرب فيه نفس العدد هو ذاته، بيطلع جواب 4 8. وبالرسم كمان 4 8 يساوي 1 على 2. لنعمل بعد وحدة، 3 على 4، هايدي هون 3 كلهم 4، يعني الجزء الملون 3. انا لازم يكون مقام تحت 8، فبدي ارجع اقسم الاربعة على كل وحدة لاتنين اتنين اتنين اتنين، بيطلعوا هون كلهم 8. وقديه الجزء الملون؟ بحطه فوق بيطلع 4 على 2. فاذا 3 على 4 يساوي شو؟ هيدا اللي هون 4 على 8. كيف عملناها؟ بالرسم بالاول او بعمل ضرب. لا غلط، 4 على 8 نرجع نعدهم 1 2 3 4 5 6، بيطلع 6 على 8. كيف؟ كيف عرفت انا جواب انه غلط؟ اذا عملت هون ضرب 2، 4 ضرب 2 8، لازم نفس الشي فوق، ضرب 2، 3 ضرب 2 بيطلع جواب 6، و4 ضرب 2 بيطلع جواب 8. فاذا بيطلع جواب صح. هلا انتو بدكم تعملوا اوجد الكسر المكافئ لكل من الكسور التالية يقوم مقامه 12. هيدا الكسر وهيدا الكسر بده يكونوا 12 تحت. يعطيكم العافية.